الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قاعدة: الاشتباه نسبي عرضي. الاشتباه نسبي عرضي. عرضي عرضي. فقولنا نسبي يعني أنه يختلف بين شخص وشخص، فقد يكون مشكلا عليكم ما ليس بمشكل علي، وقد يكون متشابها علي ما ليس بمتشابه على العالم الفلاني. فإذا ليس هناك أمر يشتبه على الجميع، بل التشابه أمر نسبي. وقولنا عرضي يعني أنه يزول بالتعلم، فقد يكون متشابها عليك الآن، لكن بعد مهاتفتك للشيخ بعد دقيقة يكشف الشيخ لك المسألة، فما كان متشابها عليك صار من المحكمات الصريحات عندك. فإذا هو عرضي نسبي، فافهموا هذا. فإن قلت من أين أخذت هذه القاعدة، نقول أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الله، إذا صار بعض الناس يعلم هذه الأمور المتشابهة وهم العلماء. فمتى ما عرض عليك شيء من المتشابهات فإياك أن تجعله مبدأ لعملك، وإنما لا بد من رده للعلماء الذين ليس ذلك الأمر بمتشابه عليهم، حتى يكشفوا لك تشابهه ويوضحوا لك محجته.